طقس شديد الحرارة عموما في أغلب المناطق، وأيضا فرصة لزخات أمطار في أقصى المناطق الجنوبية، ورياح تثير الغبار بشكل محدود في عدة مناطق في المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء شديدة الحرارة عموما في معظم مناطق المملكة مع وجود فرص لزخات من الأمطار، كما نشاهد هنا لخرائط الهطول الواردة لدينا في مركز طقس العرب. نشاهد يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بمشيئة الله تكون هنالك بعض فرص الهطول للأمطار في منطقة صحراء الربع الخالي، وأيضا في المناطق الجنوبية، ومع ساعات نهار يوم الخميس بمشيئة الله نجد أن هنالك فرصة لزخات من الأمطار في المناطق الجنوبية. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء غائمة جزئيا، هنالك غيوم متفرقة، سرعة الرياح تصل إلى 20 كيلومتر بالساعة، ودرجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، هنالك احتمال يوم الأربعاء لزخات أمطار، درجة الحرارة نهارا 46 إلى 33 ليلا. أما يوم الخميس والجمعة هنالك بعض الرياح المثيرة للأتربة، درجة الحرارة 46 درجة مئوية و34 درجة في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 47 إلى 33، عرعر 45 إلى 33، تبوك من 41 إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل، مكة المكرمة 41 إلى 30، مدينة المنورة 46 إلى 36، جدة من 38 إلى 31، وفي الطائف من 34 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. أبها هنالك احتمال لزخات رعدية 27 إلى 17 ليلا، في الباحة 27 إلى 20 درجة مئوية غيوم متفرقة، وفي جزان كذلك الأمر من 37 إلى 32 درجة مئوية في ساعات الليل، في الدمام 40 إلى 32 ليلا، في الإحساء 46 إلى 36، حفر الباطن هنالك رياح مثيرة للأتربة 47 نهارا و33 درجة مئوية ساعات الليل. أخيرا في العاصمة الرياض فرصة لزخات أمطار 46 33 درجة مئوية ليلا، في بريدة 46 إلى 32، وأخيرا في حائل أجواء حارة من 43 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.